السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبشركم برقاء رمضان كريم وبالصحة والسلامة وبمتمنيته إن شاء الله على جميع الأمة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر الحلوات الشفاهية. غادي نحتاجوا هذه المكونات: طريقة ومقادير في نفس الوقت إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. كنحتاجوا كيلو الدقيق هنايا مغرب، وغادي نحتاج ليه واحد نص الكاس ديال الجنجبيل. بسم الله. الجنجبيل مطحون محمر شوية وما مطحون يطحن مزيان. هنا المعلقة ديال النافع والمعلقة الصغيرة ديال القرفة. غادي نحتاج شوية ديال الملح. غادي نحتاج واحد البيضة. تقريبا ثلاثة المعالق ديال الزبدة ولا الكاس ندوب ديال الزبدة متوسط. غادي نحتاج واحد الشاسيطة ديال السكر بلزاني، واحد ربعة ديال الزيت الزيتون، وكنضيف ليه الزيت النباتية. الكاس ما عمرش بزاف. كنحتاج شوية ديال الزعفران ديال العود. كنغربلو، واخا مغربلو غادي كنعاود نغربلو مزيان. كنحتاجو شوية ديال الخميرة، شوية ديال الخميرات حويبات ديال الخبز، غير شوية. وكنحتاجو واحد الخميرة ديال الحلوى، ندمجو كلشي هاد المكونات بهاد الطريقة. بسم الله على بركة الله. كنضيفو هاد الكاوكاو مطحون، واحد الكاس ديال الكاوكاو مطحون مزيان. هاهو غادي نضيفوه هنايا، وهاد الكاوكاو ممكن نستغناو عليه، اللي بغا يضيفوه يضيفوه، ماشي زعما مهم، اللي بغا يضيفوه كيضيفوه، اللي ما بغاش يستغنى عليه. انا مره كنديرو في الشباكيه مره ما كنديروش، وكتجي في نفس الوقت زوينه بجوج طرق. هذا الكاس ديال الماء دافي، وضفت ليه شويه الماء الزهر مازال باش يتجمع ليا هاد المكونات. ها هما دابا كما كتلاحظوا راه ما تجمعش بديك المكونات اللي ضفت. دابا غادي نضيفو هاد الماء هكا وكنخلطو. ملي كتجمع ليا العجينه كنحبس هاد الكاس ديال الماء دافي. بسم الله على بركة الله. بعد ما كنجمع العجين كيولي هاد الطريقة، ما كيكون قاصح وما كيكونش كيجي هذا القدر. كنقسموه بهاد الطريقة، وكنجمعو هاد العجين هكا. وكنحتاج واحد بلاستيك ديال واحد البلاستيكة هكا ولا هذا السلوفان بحال بحال. وكنجمع هذا العجين بحال هاد الطريقة هكا. كنقسمها على خمسة خمسة أجزاء صافي. ملي كنقسمو هكا كنوجدو الدلافئ هكا وشوية الدقيق. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو هاد الطبلة هكا، كنديرو فيه شوية الدقيق هكا باش ندلكو فيه هاد العجين. دابا كناخدو واحد العجين هكا
وغادي نسرحو بهذا الدلاك حتى كنسرحو ونكملو 30 ما ان شاء الله. بعد ما غرقت هذا العجين كنطويه على هذا الشكل هكا، عاد كنعاود نسرحو عاوتاني. بسم الله على بركة الله. بعد ما دلكت العجينة بهذا الدلاك غادي نحتاجو هاد الجزرة، غادي نقطعها هذا الشكل على شكل مربع، وكنحيدو هذا العجين الزائد هكا، وكنجمعو هكا وكنردوه للبلاستيكة باش يرجع ليه الرطوبة ديالو. غنخليو هنايا حتى كنجمعو كلشي، غادي كندلكو حتى هو وكنقطعو. بسم الله. دابا غادي نشدو هاد الجرارة هكا، كنقطعو قطع هكا وكنحسبو، كنديرو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وكنقطع، كنديرو ها واحد ها جوج ها ثلاثة أربعة خمسة، كنقطعو العجين ونفس الطريقة لهادو. اللي بغا يدير ستة كيدير ستة، حتى ستة راه كتجي زوينة، ولكن تكون هاد العجين يكون رقيق بعد ما ذوبلناه ورققناه. وكنحسبو هكا، ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة ها خمسة ها ستة، هاد القطع ما كنوصلوهم حتى الراس، كنوصلوهم غير الوسط وكنحبسو. هيا غادي نعاود هادي، هيا ها وحدة ها جوج ها ثلاثة ها ربعة ها خمسة ها ستة، ستة كنقطعو كلشي حتى الراس، وكنعاود عاوتاني نبدا. بحال اللي بنيتات لي الا عندهم شي عطلة بغاو يجربو هاد الحلوات الشبهية راه كتجي طريقة مبسطة، واللي عارف الله يسخر ليه. وما تنساونيش باللايكات ديالكم وبتشجيعاتكم في الفيديو فضلا وليس امرا. على بركة الله. بعد ما كنقطعو هاد العجين كناخدو هاد العجينة هكا، كنديرو واحد هكا وكننزلو وحدة لتحت، وكننزلو ثلاثة على حسب هادو لي فيهم ستة، كننزلو جوج ثلاثة في التحت وثلاثة فوق صبعي بحال هاد الطريقة، وكندير ليه هكا، كنلصق هاد القناطي وكتخرج ليا هاد الوردة ديال هاد الشباكية هكا. وكنحتاجو واحد الطاوة ديال الفران وكنحطهم فيه هكا هذا الطريقة. هيا غادي نعاود واحدة أخرى وكنديرهم في هذا الزيف هكا، ومن بعد ملي كنكملو هاد الطاوة كنغطيوها بهذا الزيف الآخر وكنخليها حتى كنساليو العجين كلشي. دابا غادي نعاودو واحدة أخرى، راه سهلة. كناخدو هاد العجين هاهي، كنهزو واحدة فوق صبعي، واحدة كنخليوها في التحت، واحدة بحال هكا هاهي، ها ثلاثة في التحت وثلاثة في الفوق هما، وكنديرو هاد الطريقة. هاهي هاد القنيطة وهاد القنيطة كنجمعوهم هاهي هكا، كنوركو شوية وكتخرج لينا هادي هكا، ما كيكونش فيه اللي تقطع لا والو. ها هي هاد الشكل، ها هي غنعاود وحده اخرى، ها هي بحال هاد الطريقه كلشي، وغادي نستمروا بحال هاد الطريقه، راه ساهله، راه ساهله هاد الطريقه. ها هي وكنديروا هكا وكنديروا ليه هكا، كنلصقوا ديك القناطي بجوج وكنجمعوا هنايا وكتخرج لينا هاد الوريضه هكا، ها هي. وكنستمروا هكا حتى كنكملوا هذا العجين ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. بعد ما كنحتاجوا واحد المقله كنديروا فيه الزيت وكنخليوها حتى كتسخن، وغادي نضيف ليه هذا الشباكيه بهذه الطريقه، كنديروها في هذا الزيت حتى كتعمر لينا هذا المقله كلشي.
بسم الله. ملي كطيب في الفوق كنقلبوها هكا، كطيب في التحت كنقلبوها الفوق هكا حتى كطيب كلشي. هادي دابا مشات قريبة طيب، واللون كنحكم في اللون ديالها، اللي بغات تكون حمراء بزاف كيخليها، اللي بغات تكون غير اللون الذهبي اللي رقيقها راه كتولي غير اللون الذهبي صافي. وكتحيد وكنوجدو ليه العسل، واحد هنا أنا درت هاد الكميلة لما كطيب كناخدو هاد الشباكية هكا وكنديروها في العسل بحال هاد الطريقة. كنغمسوها في العسل كلشي هكا باش تسقى في هاد العسل. هاد الطريقة كتجي الشباكية بنينة وزوينة شكلا ومذاقا. دابا غادي نحتاجو هاد الزيت غادي نديرو في هاد الشكل الآخر. ما كطيب هاد الحلوة كنحيدوها في الزيت بعد ما كان عسلها في العسل كنحتاجو واحد الكسكاس وكنقطروها شويه كلشي وكنحطوها هنايا وغادي نستمروا بحال هاد الطريقه وكنزرزرو عليها هادي شويه د كاوكاو اللي بغا كاوكاو ولا جنجلان المهم كلشي كيجي فيه زوين هكا وكنلف عليها شويه ديال الاوراق ديال الورد صافي. كندردرو عليه شويه ديال الاوراق ديال الورد هكا وكنخليوها حتى كتفك العسل ديالها وكنديروا هاد الحلوه هكا وكنستمروا نفس الطريقه حتى كنقضي هاد الكميه اللي عندي كله. ها هي كنديروا ملي كتسخن الزيت راه كنقصوا ليها شويه وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنساليو التقليه. ملي كنقليو كنحيدوها من الزيت وكنديروها في العسل، نحيدوها في العسل هكا وكنحطوها في واحد الكسكاس وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنعسلو كلشي هاد الحلوه وكنديروا شويه الجنجلان هكا بحال هاد الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندي هنايا. بسم الله على بركة الله. بعد ما عسلت الشباكية كنديروها في واحد الكسكاس حتى تقطر. دابا غادي نقدموها في هذا البلاطو، راه كتجي الشباكية رائعة وكتجي هشيشة وكنزوقوها بهذا الوريدات. هذه راه درنا ليه ديك الأوراق ديال الورد وكتجي زوينة. ما تنساونيش بالتشجيعات ديالكم، راه الأخوات غير كيشوفوا الفيديو وكيدوزو. ما تنساونيش باللايك ديالكم وبالتعليقات ديالكم. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير.